فرأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله اليوم بالوزارة اجتماع اللجنة الوطنية للكوميسا للتحضير لاستضافة السودان لقمة الكوميسا 21، وامتدح الوكيل الدور المتعاظم الذي تطلع به السوق الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا في خدمة دول المنطقة الأعضاء خاصة السودان، والذي أكد استفادته من موارد الكوميسا عبر مشروعات التكامل الإقليمي والذي تم تمويله بمليون يورو و250 ألف دولار، مبينا أن الخرطوم ستحتضن قمة الكوميسا 21 خلال العام 2020 بعد التشاور مع جهات الاختصاص. وتمخذ الاجتماع عن تكوين لجنة مصغرة برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لتحديد التوقيت المناسب لانعقاد القمة، بجانب دراسة خارطة الطريق للقمة والتقرير بشأنها. مشاركة كل الجهات الحكومية ذات الصلة، مشاركة القطاع الخاص ممثل في اتحاد الغرف التجارية، وناقشت العديد من القضايا. وأقدر ألخص المسألة في أنه نحن يعني كلنا كقطاع حكومي كقطاع خاص، كيفية تعظيم استفادة السودان من هذه المنظمة. وأفتكر دي واحدة من التحديات، وبدينا ندرس مع كل الجهات ذات الصلة يعني المسألة الخاصة بزيادة صادرات السودان، بترغية صادرات السودان في إقليم الكوميسا، وكل القضايا الخاصة بأنه رفع القيمة المضافة لهذه الصادرات